رفض رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفض دعوات إلى إلغاء نتيجة الانتخابات العامة الأخيرة. وفي مؤتمر صحفي دعا العبادي جميع الكتل السياسية لسلوك الطرق القانونية والدستورية في حالة اعتراضهم على أي من نتائج أو مسار العملية الانتخابية، ذلك من خلال التظلم أمام مفوضية الانتخابات أو المحكمة العليا. كما حذر رئيس الوزراء العراقي من دخول البلاد في حالة من الفراغ الدستوري في حال لم يتمكن مجلس النواب الجديد من مزاولة أعماله بعد انتهاء ولاية سلفه في غضون شهر.